إذا المشاهدين متابع قناة أشواق عتافة، مرحبا بكم في البث المباشر بالطرف من مدينة الدار البيضاء. يعني مقطع اليوم معنا سيدة خايبة واقعة في شارع مولاي إسماعيل. سيدة خايبة واقعة في شارع مولاي إسماعيل في انتظار وصول رجال الأمن إلى عين المكان. يعني مازلنا كنقولوا في انتظار وصول رجال الأمن إلى عين المكان. يعني كسيدة ما بين ثلاثة طنوبيلات، طنوبيلة لادت بالفرار، بقاو جوج طنوبيلات هنايا. الحمد لله لولا الألطاف الإلهية، الحمد لله بعد سائقي السيارات ما وقع عليهم والو. الحمد لله وشكرا لله أن سائقي السيارات ما وقع عليهم والو. نعم، مدينة الدار البيضاء، شارع مولاي إسماعيل، مدينة الدار البيضاء. غنعطيها صاحبي والله، شي غنعطيها بالله. الحمد لله ان سائقي السيارات والناس اللي راكبين. اذا رجعنا لكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر، يعني كنتواجدوا بشارع مولاي اسماعيل مدينه الدار البيضاء. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا كسيده خايبه واقعه ما بين ثلاثه ديال السيارات، طوموبيل ضربات طوموبيل ومشات للسونس كونتخيغ وضربات طوموبيل اخرى وهربات.
شويه دوزو عليه كيطيح. واحد النهار قسما بالله ضربت ليا في راس. باقي نصدوم مسكين. صاحبي راه كان غادي وما خرجوا خوه وما خرجوا عنده صاحبي. باقي نصدوم. حط راسك في بلاصه صاحبي غادي يصايق واحد تخرج عندك. لك واحد. وهاز غير الطوموبيل ديالك بوك دوك ما راه كبير السنه اللي راه طافيه. سيف اصاحبي. وحالك لا تنطق راه ملي ما ماتش راه لابس. حفظ الله. راه تي مين خرج عنده. حفظ الله مسكين. غادي يمشي هذا ما بقاش تصايب. واحد الميساج وصلني تاعك. شي خلعة صاحبي واحد الطرا شوف بحال ما هكا تكره امها الطوموبيل ويا الله لا مشي ولد هنايا باينه فهمت مشي فوالا ستاسيون لي ما تاش طاري لي حنا كنصوروا شادين الارض شادين الطوموبيل تفاديا باش ما نبينوش الوجوه ديال الناس يعني كاينين احترام ديالهم كاينين الناس ما كيبغاوش يبانوا داكشي علاش حنا تفاديا ليهم ما مشادينش الوجوه ديالهم داكشي علاش شادين غير المنطقه اللي مضروبه فيها الطوموبيل والطوموبيل بهذا مشاهدينا الكرام غادي نعاودوا مره اخرى نحضروا الناس باش يسوقوا بشويه راه الطريق هادي ما فيهاش ثقه سوقوا بشويه راه مازال والديكم كيتسناوكم في الدار مازال الابناء ديالكم كيتسناوكم في الدار يعني سوقوا بشويه والله يحفظكم الحمد لله هاد الناس هادو نجاهم الله ما طرا عليهم والو لكن السيارات ديالهم توعتوا بزاف اذا مشاهدينا الكرام غادي نتلاقاو في البث المباشر